حتى المنظمة العالمية للصحة يعني قررته وعطاته هذا الاسم هذا لا ميديسين كومبلومونتير انترناتيف، يعني العلاج او الطب البديل التكميلي. بالنسبة للفوطة النارية هي واحد الوسيلة من الوسائل العلاجية اللي داخلة في الطب التكميلي. هذا المصطلح ديال الطب التكميلي اللي هو مصطلح عالمي وحتى المنظمة العالمية للصحة يعني قررته وعطاته هذا الاسم هذا لا ميديسين كومبلومونتير انترناتيف، يعني العلاج او الطب البديل التكميلي. هي من الوسائل ديال 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 العلاجات بحال اللي كنتكلموا على الابار، بحال اللي كنتكلموا على الحجامه، التدليك، العلاج بالطاقه، علاج بالالوان. هو كثير هذه العلاجات هذه اللي ظهرت في اسيا. بالنسبه للفوطه الناريه هي من العلاجات التقليديه عندهم اللي فايقه واحد 3000 سنه باش 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 هي عندهم، الا انها تطورت كباقي الوسائل الاخرى اللي نقولوا حنا طوروها الناس الاسيويين منها هذه الفوطه الناريه. شنو الدور ديال الفوطه الناريه؟ شنو الدور ديال الفوطه الناريه؟ فالدور ديال الفوطه الناريه هو اولا استخراج البروده والرطوبه من الجسم، هذا مهم جدا في هذا الباب. ثم انها كتعطينا تحفيز الدوره الدمويه كليا، تحفيز الدوره الدمويه. ثم انها مسكنه للامراض اللي مرتبطه بالالم كامراض الروماتيزميه وامراض العظام. تسكين يعني الالام مهم بزاف في بعض التشنجات اللي ما فيهاش، اللي نقولوا حنا ما كاينش التهابات، يعني كيكون تشنج ولكن ما تكونش التهابات. بالنسبه للغضاريف، بالنسبه للالم ديال الفقرات، الفوطه الناريه كتعطي واحد الاسترخاء، واحد الراحه جسميه ونفسيه يعني ما كيعرفها الا اللي هو جرب الوسيله ديال الفوطه الناريه او لا ثيرابي او سيرفيت افيك لو فو كما تيسميوها الناس ديال الغرب. كذلك كنشوفوا هنا، كنشوفوا من بعد الفوطه الناريه درنا واحد الحجامه اللي هي جاب قبل الحجامه. الفوطه الناريه شحال خصها تكون من حصه؟ لا، بالنسبه للفوطه الانسان اللي كيعاني من اللي كيعاني هو تقريبا ممكن نديروا ان شاء الله تعالى كل 3 ايام يدير حصه ديال الفوطه الناريه، خصوصا الانسان اللي هو تيعاني من الم شديد في المفاصل، بروده مزمنه. نعم، عنده بروده مزمنه، هذا كل 3 ايام مهمه ليه كعلاج بالفوطه الناريه ان شاء الله. غادي نتكلم عليها بتفصيل في حلقات مباشرة. وعندها الطريقه ديالها، لان بعض الناس يعني كنشوفوا بان كيعملوا الفوطه الناريه ماشي بالطريقه، يعني كتكون يا اما خطيره على 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 الشخص اللي هو كيتعالج بها، لان الفوطه الناريه عندها واحد الطريقه اللي خاص يكون مثلا الفوطه الاولى والفوطه الثانيه وتكون مضرقه المنطقه كامله، ثم كيكون مثلا واحد الرش ديال ديك المنطقه اللي كيكون بواحد الماء. وعاد كنا نستعملوا وكما كنشوفوا هنا كنستعملوا الكحول اللي هو كحول ديال 70 او لا 75 او لا حتى 90. مهم يعرف المعالج كيفاش يقوم كما كنشوفوا الان بهذه الطريقه، لان احنا عندنا واحد المنطقه معينه غادي نخدموا عليها كما كتشوفوا في الفيديو. كذلك كاين موانع ما يمكنش دار الفوطه الناريه، الناس اللي عندهم ارتفاع اليانغ، الناس اللي عندهم يعني توتر عصبي بشكل كبير، ما يمكنش نديروا الناس ديال ارتفاع الضغط، يعني كاين عندها موانع، ماشي غير الفوطه الناريه راه تصلح لجميع الامراض. كذلك فالطريقه الثانيه او الميثود الثاني هو الحجامه، هي الحجامه الجافه. الحجامه الجافه كدار بكاسات جافه ما فيهاش تشريط، ما فيهاش لانسيزيو ثيرابي خالي من الحجامه الجافه. الحجامه الجافه يا اما كدار بكاسات زجاجيه واما بكاسات نحاسيه كما كتشوفوا، واما بالكاسات ديال البامبو اللي هي خشبيه، واما بالكاسات ديال الطين. هذه كانت منذ القدم. الدور ديال الحجامه الجافه اللي هو غايب علينا هو انها كتقوم تقريبا بنفس الدور ديال الحجامه الرطبه اللي فيها الانسيزيوم بنسبه 80%، لان حتى هي اشنو الدور ديالها؟ هي استخراج الاخلاط والسموم من العمق للسطح، او من البروفون لا سيرفاس ديال ليبيديرم. هذاك الشيء اللي غادي تخرجوا من الجسم ديال الاخلاط والسموم وخلايا ميته واللي غادي كوليبغ اللي هما الشوارد الحره، هذه كلها واشياء اخرى
يعني كلها كت 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 أبس كت أبسغبة من البروفون لا سيرفاس، كيستافد منها الجسم في نفس الوقت كنخليو جهاز المناعة هو اللي كيعاود يشتغل باش يديجاجي هذاك دوك الاخلاط اللي طلعت. لان كاين بعض الناس اللي كيقول لك هاي الاخلاط طلعت ولكن ما درتوش التشريط في الحجامه الجافه، فكيفاش غادي تخرج؟ وكانوا وجدوها في العلامات عند الرياضيين العالميين كالسباح العالمي فايبس وغيره، يعني كنلقاو واحد لي تراس، ولكن خصنا نعرفوا بان جهاز المناعه كيقوم بواحد الدور ديال انه كيديجاجي هاد السموم وهاد الاخلاط اللي هي خرجت من الجسم. علاش كنديروها بالنحاسيه؟ يعني كل حاجة كتكون عندها دور، الدور ديال النحاس عنده علاقة بجسم الإنسان، والإنسان مخلوق من تراب، فكذلك بالنسبة للنحاس ملي كيتوضع على الجسم يعني عنده واحد لوليان اللي كيعطينا واحد الفائدة أخرى باش كيسترح هذاك الجسم اللي حنا كنشتغلوا عليه كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو.